هذا يسأل عن الحكم على شخص معين بأنه من أهل النار. لا، ما نحكم على شخص معين بأنه من أهل النار إلا من حكم عليه الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من لم يرد اسمه أو حكمه من الرسول أو في القرآن أنه من أهل النار فنحن لا نحكم عليه، لأن ما ندري ما تكون خاتمته. قد يختم له بالإسلام، قد يختم له بالتوبة يكون من أهل الجنة، لكن نقول من فعل كذا فهو كافر، من فعل ناقضا من نواقض الإسلام فهو كافر، ولا نقول إنه ونقول إنه إن مات عليه، إن مات على الكفر فهو من أهل النار بهذا القيد. إن مات على الكفر أو على هذا الناقض من نواقض الإسلام فهو من أهل النار، لابد من القيد، ما نقول من أهل النار مطلقة، إنما ندري ما يختم له